من جهة اليمنى يقترب منه رودري. رياض يدخل، رياض دخل، رياض مازال عنده الكرة الآن، رياض بو 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 خطيرة، جول يسجل بها بالراس الدقيقة الثانية، جول ملعب الاتحاد ينفجر 1-0 لمانشستر سيتي. أول كرة من رياض لدي بروين البلجيكي بالراس حتى على يسار تيبو كورتو، على يمين تيبو كورتو، 1-0 لمانشستر سيتي. اللاعب دار ميليتاو، رجعت لكيفن دي بروين، دي بروين الأرضية خطيرة، جول الثنائي على الريال. هدف مقابل صفر، هذا دفاع الريال، دفاع الريال يعاني ويتألم. الكرة الأولى بالراس سجلوها، والثانية بالرجل سجلوها، أمام الدفاع يتفرج على كرات مثل هذه. هذه المرة دي بروين لجابريال جيسوس، وجول رابع كريم بنزيما، مر كريم بنزيما، زينشينكو تفوق عليه، وصلت لرياض محرز يتفوق عليه من هنالك. مندي 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 عنده الكرة الآن، مندي توزيع رائع، بنزيما بابا جول، كريم بنزيما جول، كريم بنزيما جول، كريم بنزيما يعيد الريال المباراة. كرة واحدة تقريبا كانت ميتة، يتمكن كريم بنزيما من التعديل ويعيد الريال المباراة في الدقيقة 33 في مباراة رقم 600. يتفوق رياض محرز، فرناندينو مرة ثانية، دخل فرناندينو زاد في السرعة إلى مدرسة خطيرة، جول من أعضاء أرضية الميدان الكل يمكن أن يضرب بالبراعة الحمراء. فينيسيوس جونيور هرب، فينيسيوس هرب، فينيسيوس خل، فينيسيوس خل، فينيسيوس، فينيسيوس، جول. يا أمريك لابورت ماذا فعلت؟ يا أمريك لابورت ماذا فعلت؟ فينيسيوس جونيور تأكى من هنالك من البرازيل، ودخل من البرازيل مرة عبر مدريد ودخل لمدينة مانشستر وسجل جول. أمريك لابورت، كلما تقدم فينيسيوس كلما تأخر لابورت. بخاف الكرات العرضية، زينشينكو عنده الكرة الآن، زينشينكو خطأ، حكم خلال أفضلية، جول.